بعض عايزين ان احنا نحطه على اجندة بالاولوية المطلوبة خريطة محمية دراسية محمية للوطن حاجة الاخرى كويس ان رشيد بالطبيعة الموجودة بقى حضرتك لازم تبقى محمية بيئية كده ولا ايه؟ مش عايزين بقى نيجي هنا نبص نلاقي فيلا ومش عارف وعشوائية عايزين الاجيال القديمة تخيل حضرتك تخش كده بخمسة كيلو من البحر وتبتدي تعمل اللي انت عايز تعمله فتعمل ايه؟ تعمل بقى منطقة صناعية تعمل فنادق متميزة ما تعملش بقى ايه؟ التجارب الاخرى اللي اتعملت في مناطق اخرى وتضيع على المصريين البحر الجميل وتضيع عليهم النيل في حاجات اتعملت رائعه في رشيد الممشى اللي اتعمل كويس تخيلوا ان احنا مشينا عليه النهارده معوش لو كمل ال 22 ونص كيلو دول وصلوا لغايه هنا اهو ده يعني ايه؟